لا تزال روسيا تمر بصدمة وغضب كبيرين عدا عن سيل واسع من الانتقادات إثر ضربة ماكييفكا ليلة رأس السنة. هجوم صاروخي على معسكر تابع للقوات الروسية يقع في ماكييفكا بأوكرانيا نفذ باستخدام أنظمة صواريخ هايمارس التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة وفق إعلان الجيش الروسي. الهجوم أسفر عن حصيلة من القتلى ارتفعت إلى 90 جنديا روسيا بعد العثور على المزيد من الجثث تحت الأنقاض وفق إعلان نادر من القوات الروسية، والحصيلة مرشحة للزيادة. موسكو الغاضبة قالت إن التحقيقات ذكرت أن السبب الرئيس هو أن العسكريين شغلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو بما يتعارض مع حظر استعمالها، ومن ثم نجحت القوات الأوكرانية في رصدهم واستهدافهم. الإعلان عن هذه الحصيلة أثار انتقادات جديدة للقيادة العسكرية الروسية على عدم كفاءتها على لسان المراسلين الحربيين والمعلقين الروس، كونه يتزامن مع سلسلة من الانتكاسات العسكرية المحرجة التي منيت بها القوات الروسية في الأشهر الأخيرة. بالمقابل أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها نفذت هذه الضربة، وأعلن قسم الاتصالات الاستراتيجية في الجيش الأوكراني أن الحصيلة أكبر مما أعلن عنه في صفوف الروس وتصل إلى حوالي 400 قتيل وإصابة 300 جندي روسي آخرين. حاليا تعمل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث ماكييفكا، لكن من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو الاستخدام المكثف من قبل أفراد الفوج للهواتف المحمولة، ما جعلهم في متناول أسلحة العدو، وسمح هذا للعدو بتحديد إحداثيات مواقع الأفراد العسكريين لشن ضربة صاروخية. يتم حاليا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل. نتيجة للتحقيق سيتم تقديم المسؤولين المذنبين إلى العدالة. نناقش الموضوع من موسكو مع سيرجي شاشكوف المحلل العسكري، ومن كييف معنا الدكتور ألكسندر بوغومولوف مدير المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سيد شاشكوف في موسكو، أبدأ معك. الجنود الروس فتحوا هواتفهم ليلة رأس السنة، وأين؟ في ميدان حرب، في معركة، وهم يعلمون جيدا أنه يمكن تحديد مواقعهم، وهذا ما حصل، وفي أكبر يعني ضربة موجعة لروسيا مع بداية هذه السنة. من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ؟ هل هو ضعف لدى القادة الروس، عدم انضباط من قبل الجنود، أم ماذا بالتحديد؟ تحية طيبة، أهلا بك. بالفعل تفاجأنا جدا بهذا الخبر الأسود عندما نتيجة الضربة الصاروخية في منتصف الليل على عيد رأس السنة استشهد هناك عدد كبير من المقاتلين الروس، مراتب والجنود والضباط. كانت هناك الحصيلة الأولية 63، من ثم ارتفعت الحصيلة إلى نحو 90، ولا أعتقد أن هذا هي الحصيلة النهائية. طبعا
المعلومات الواردة من كييف بمقتل 400 وجراحة 300، هذا خارج المنطق وخارج الكلام، لا أريد أناقشه إطلاقا. ولكن إذا رجعنا إلى صلب السؤال، ما هو السبب؟ صحيح. فطبعا الكلام الرسمي على لسان ضابط رفيع المستوى الروسي، رتبته فريق روكلين، وهو يشغل منصب النائب الأول لمدير هيئة التوجيه المعنوي، الذي قال أن السبب يعود إلى تشغيل الهواتف الخلوية بآن واحد. هذا كلام غير مقنع، لأن الضربة صارت في بعد دقيقة واحدة فقط، بعد منتصف الليل، يعني دقيقة واحدة هذا وقت غير كافي لالتقاط الهدفيات ونقل المعلومات إلى قاعدة الإطلاق ووقت الطيران ولا آخر. طيب إذا ما عسى يكون السبب المقنع سيد شاشكوف، إذا كان مسألة فتح الهواتف من قبل الجنود ليست هي السبب الحقيقي؟ اسمح لي، هناك أمر عسكري تم صدوره قبل فترة بمنع استهلاك أو استخدام الهواتف المحمولة في خط الجبهة. هذا أمر عسكري طبيعي. لابد نعم. من 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 تنفيذه دون أي مناقشة، علما بأن يمكن التقاط هدفيات الهاتف ليس في وقت استعماله فحسب، بل حتى إن كان الهاتف هذا مغلقاً، نعم، الهدفيات يمكن التقاطها بكل سهولة. السبب الحقيقي برأيي يعود إلى القرار الذي تم اتخاذه من قبل قائد ميداني عسكري أشار إلى هذه الوحدة لاحتلال هذه المدرسة المهنية في مدينة باكيفكا. طبعا الأمر هو الأمر، توجيه، فالجنود راحوا احتلوا هذا المكان. أكثر من ذلك، نفس البناية كان فيها مستودع الذخيرة للذخيرة، نعم، وتلك الذخيرة انفجرت بطبيعة الحال نتيجة إصابة الصواريخ، وهناك كان مستودع للآليات العسكرية. يعني القرار الخاطئ هذا هو السبب. ماذا تقصد يعني أنه قرار أن يكون موقع المدرسة التي كان موجود فيها الجنود يعني هو قريب من الجنود الأوكرانيين، أم ماذا تقصد يعني هذا هو القرار الخاطئ؟ هذا أحد العوامل. نعم، وأن هناك كان في مخزن للذخيرة، وبالتالي عندما سقطت الصواريخ أدى إلى انفجار هائل وأدى إلى عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود الروس. وصلت الفكرة، ولكن دعني أخذ رأي ضيفي من كييف دكتور بوغومولوف. دكتور، ما رأيك؟ هل يعني المسألة تنم على خلل ربما أو عدم انضباط في لدى الجيش الروسي، أم لا؟ هناك من يرى أنه الأوكرانيون حصلوا على تكنولوجيات متطورة من قبل الأمريكيين تحديدا، مكنتهم من القدرة الإلكترونية على تحديد مواقع الجنود الروس، وكذلك صواريخ هايمارس هي التي صنعت هذا الفرق. هل تعتقد أن هذه هي الأسباب وراء هذه الحصيلة الثقيلة في لدى الجنود الروس في هذه الضربة الأوكرانية في ماكييفكا ليلة رأس السنة؟ شوف، يعني أولا وقبل كل شيء، يعني الظواهر اللي عم نناقش حاليا، يعني عم نشاهد هذه الظواهر باستمرار يعني من أول يوم الحرب. يعني بالنسبة لاستعمال الهاتفات يعني بدل من الراديوهات العسكرية، فهو باستمرار حاصل يعني من أول يوم الحرب. ولذلك على سبيل المثال القوات التي حاولت أن تقتحم مدينة أو تحتل مدينة كييف العاصمة، يعني هي عملت نفس الشيء يعني، وتعرضت على نفس الضربات يعني، حتى بعدم وجود هايمرس يعني، اللي هي صحيح أنه سلاح متطور أمريكي يعني، اللي أصبح متوفر يعني مؤخرا وليس من بداية الحرب يعني. بالنسبة لعدم وجود الانضباط، وبالنسبة لمعنويات ضعيفة لدى الجنود الروس، ظاهرة منتشرة يعني، معروفة من أول يوم الحرب يعني. كذلك يعني الحروب حاليا، يعني أهم شيء في الحروب ليس حتى القدرة القتالية، إنما القدرة اللوجستية. ضعف اللوجستي الروسي واضح باستمرار، وكذلك عدم قدرتهم على التعلم حتى من الأخطاء يعني.
لماذا اليوم يعني جلبت الأنظار يعني كلها إلى هذا الحادث بالذات؟ لأنه عدد الضحايا فعلا كبير. نعم، على ذكر عدد الضحايا، يعني أنت لا ترجع السبب إلى التفوق العسكري ربما الأوكراني الذي حصلت عليه من أمريكا، بل بسبب انخفاض معنوية الجنود الروس. طيب، مسألة أخرى عن الحصيلة، كل شيء مع بعض. طيب دكتور، ضيفي من موسكو سيد شاشكوف قال قبل قليل بالنسبة القدرة نعم. على لو سمحت لي فقط دكتور بوغومولوف، ضيفي من موسكو كان أشار إلى مسألة هامة، مسألة عدد الضحايا. روسيا أعلنت أن العدد ارتفع إلى 90 قتيل في صفوفها، وهو اعتراف نادر من روسيا أن تعترف بسقوط ضحايا، بينما الأوكرانيون يتحدثون عن 400 قتيل. هل لديكم ما يؤكد ذلك، هذا العدد الكبير من القتلى، 400 جندي روسي؟ العدد الكبير جدا بسيط، يعني عندك يعني امامي صورة المبنى. لو كان هناك 90 يعني فهناك حتى ولا جناح واحد من المبنى. المبنى أكبر بالكثير، المبنى ممكن يستحمل وجود تقريبا 500 سرير أقل شيء، يعني إذا كان هو يستعمل كسكن للجنود يعني. نعم، المبنى 3 طوابق، يعني على كل طابق هناك أكثر يعني تقريبا أقل شيء 10 غرف كبيرة، غرف دراسة لأن هي مبنى مدرسة فنية. نعم، هناك مجال واسع جدا. لو كان فعلا 90 فلا يبالوا، لأنه 90 ضحايا بدفعة واحدة عم يحصل كل يوم يعني. نعم، في كل المناطق. طيب، يعني هذه الضربات تعتبر اعتيادية. نعم، الجانب الروسي لا يهتم يعني حتى ولا يعلق على مثل هذه الأحداث. سيد شاشكوف، المبنى الذي استهدف في ماكييفكا كما قال ضيفي من كييف يعني يتسع ل 500 سرير، وبالتالي حصيلة 400 جندي روسي التي يتحدث عنها الأوكرانيون تبدو منطقية، ما رأيك؟ أنا لا يعني الإحصائيات الأوكرانية إطلاقاً، لأنه كثيراً ما كانت وزارة الدفاع الأوكرانية وحتى رئاسة الجمهورية تقول أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط 120% من الصواريخ الروسية التي تم إسقاطها، يعني أسقطوا أكثر من مما كان إطلاقها أصلاً. فعندما 100% صحيح، ليس 120%، يعني احصائيات غريبة عجيبة. نعم، فهذا أمر غريب لا يمكن الاعتبار بعينه. طيب، سأعود إليك في كييف لترد كذلك، ولكن أريد أن أسألك كذلك سيد شاشكوف مسألة أخرى قرأت عنها. قيل أنه الجنود الذين فقدوا حياتهم في هذه الضربة غالبيتهم من التعبئة الأخيرة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين. إلى أي حد هذا يطرح كذلك تساؤلا على مسألة الخبرة العسكرية، لأنه هذو جنود يعني ليست لديهم خبرة عسكرية كبيرة، هم التحقوا بعد طلب التعبئة الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين. هل هناك مشكلة في جنود الاحتياط؟ بالفعل الأغلبية من هؤلاء الذين استشهدوا في هذه الضربة كانوا من المجندين الجدد نتيجة التعبئة الأخيرة، ولكن التعبئة الأخيرة ليست يعني أنه ليست لهم أي خبرة عسكرية إطلاقا، لأنه قرار التعبئة كان يقول نعم، لا يجوز تعبئة هؤلاء الذين لا يخدموا في الجيش سابقا. نعم، إذن الموضوع هو موضوع الارتياح، لأنه البعض منهم ربما حاسبوا أنه مكيفكا بعيد عن خط الجبهة وهم في منطقة آمنة وهم نعم، يحتفلون بعيد الأسسانة وإلى آخره، يعني كان هناك نوع من الاسترخاء النفسي، وهذا أيضا خطر كبير والذنب على القيادة العسكرية. نعم، القيادة العسكرية التي لم تبذل كل جهودهم على رفع اليقظة، لأن طيب، اليقظة هذا عامل مؤثر جدا. نعم، طيب دكتور ألكسندر في كييف، يعني صحيح هي ضربة قوية من قبل الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي في المعركة، ولكن هناك من يحذر
من غضب روسيا وفلاديمير بوتين، خاصة في ظل مشاهد الأمهات والأرامل الذين فقدوا أزواجهم وأبنائهم الذين قتلوا في ماكييفكا؟ هناك من يتخوف من رد روسي مزلزل ضد أوكرانيا. ماذا تتوقعون شكل الرد الروسي على هذه الضربة الموجعة في ماكييفكا؟ بمناسبة رأس السنة ضربتنا الروسية، يعني والبنية التحتية المدنية وكذلك المباني والمباني والسكن، يعني فهناك عشرات من الأوكرانيين المدنيين استشهدوا يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام. يعني فماذا هذا الحديث؟ يعني ماذا بصراحة ذول الناس يعني كومبتنس، يعني هم جنود، يعني نعم، فهم وافقوا على أن يكونوا جنود، يعني فهم راحوا للحرب، يعني فهذا من أعمال الحرب منطبق تماما بأعراف الحرب. أما ما فعلت روسيا وعم تفعل كل يوم باستمرار هو مخالف لأعراف وقوانين الحرب، وباستمرار ومصرة على هذه التكتيكات، يعني نعم. التكتيكات التي تهدف المدنيين يعني بالذات، يعني وليس العسكريين. فماذا نقول بعد ذلك؟ ماذا ننتظر من روسيا؟ نعم سيد شاشكوف في موسكو، إلى أين يمكن أن يصل الرد الروسي؟ في غضون هذه الحادثة المأساوية والدموية والمؤلمة والموجعة، لا أعتقد أنه سوف ترد روسيا بنوع الانتقام. الموضوع أكبر وأوسع من انتقام، الموضوع هو تحقيق الهدف الرئيسي لهذه العملية. حتى ولو لم تعترف الإدارة الروسية هذه العملية بأنها الحرب، وهي الحرب في الحقيقة، نعم، لأنه العمليات العسكرية التي تشترك فيها كل الصنوف والأسلحة وحتى القوى الاستراتيجية هي الحرب، نعم، وبهذا العدد الكبير جدا من الخسائر في الأرواح والمعدات. فالموضوع أوسع، نعم، هذا هو الدرس. الدرس دفعت روسيا بالدم. هذا الدرس الذي لا يجب استيعابه وعدم تكراره، والعملية سوف تستغرق والحرب هذه سوف تتواصل إلى تحقيق أهداف واردة على عواتق الجيش والقوات المسلحة. نعم، أشكركم شكرا جزيلا ضيفي الكريمين. من موسكو كنت معنا سيرجي شاشكوف المحلل العسكري، ومن كييف الدكتور ألكسندر بوغومولوف مدير المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية.